انتشرت في مناطق قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين ظاهرة تربية المواشي خصوصا منها الجاموس وبشكل كبير جدا، ويعزو المواطنون سبب ذلك للفائدة الغذائية والمالية التي تحققها للمربين. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تعد تربية الجواميس إحدى المهن التي ما زال أبناء محافظة صلاح الدين مستمرين عليها، ومنهم أبناء قضاء بلد. وعلى الرغم من عدم وفرة الأجواء البيئية الكافية لتربية الجواميس، إلا أن المردودات الاقتصادية التي يدرها هذا الجانب على الكثير من مربي الجواميس جعلهم يتمسكون بهذه المهنة. الماي ما مثل ما تشوفونه وسخ، نسحب من المشروع من الطول منك، ماكو ماي. الجمس اللي جاني قاعد نقدر نوفر للولاية والباقي المناطق، وخاصة حتى البغداد نوديه بالحليب والخاثر والجبن والقمر. ثانيا قمنا ما نقدر نطلع غير بس القضاء بلد، محافظة بلد، لأن ماكو يعني أكل علف نروح نشتريه. تشيس ما الطحين يردوا علينا ب25,000، التبن غالي، يعني اللي قاعد نقدر نجيبه لنخالة كلها غالية، ما نقدر حتى حلال ما عاد نقدر نجني. أكثر الجمس قام رخيص بالسوق وقمنا نبيعه ببلاش، لا عاد نقدر نوفر شيء، لا عاد نقدر نوفر حليب. عرفت إنه نوفر البغداد للتاجي، ها كل إحنا نوفر لها جمس، هذا حليب وجبن خاثر من هذا الجمس. وفي استطلاع ري واستبيان أجرته قناة صلاح الدين الفضائية مع المواطنين، جاء الجواب بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم القائمين عليها، داعين إلى توفير أماكن خاصة بعيدة عن أجواء داخل المدينة. الثروة الحيوانية وبالأخص الجاموس لها فوائد كثيرة، منها تعطينا الحليب ومشتقات الحليب، وطبعا حليبها من أجود أنواع الحليب، فنطلب من الحكومة أن تزود الحقول بالأعلاف وتدعم هذه الثروة بما فيها من منافع كثيرة تعود لنا ولبلدنا. فوائد مال الجمس هواي فوائد، استفاد من عنده القمر والخاذر والجبن والحليب، الناس تتريق منه. بس احنا شنو نقول؟ نقول شوي خلي يبعدوا عن المنطقة، نخاف من الأمراض المعدية. يصيران يعني مثلا مكان خاص شوية بعيد عن الولاية، يعني مو هسه هم داخل الولاية تقريبا هم هسه داخل الولاية، يعني هم وحلالهم داخل الولاية. احنا ممكن هذا يبيهم اخي، احنا مع الولاية وهذا يعني مستفادين من عندهم حليبهم وقمرهم وجبنهم، كل هالولاية تشتريها من عندهم. وبدورها فإن دائرة الصحة البيطرية أكدت توفير اللقاحات الخاصة بالأمراض التي قد تتعرض لها الجواميس، داعين مربي الجواميس إلى التواصل في برامج اللقاحات المعد من قبل دائرة البيطرة. عدة أمراض فيروسية موجودة وبكتيرية، بس الشركة العامة للبيطرة دارتنا يعني مسيطرة على هاي الأمراض إن شاء الله. لقاحات موجودة دورية كل 6 أشهر تقريبا. دائرة البيطرة متوفر عندها كادر بيطري، وبرامج لقاحات تكون بهذا قد سيطرت على هذه الأمراض المتواجدة في المنطقة التي يعاني منها مربي الجواميس. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.